جاهز؟ تمام، جاهزين. هتحطنا في الصورة داخل نادي الزمالك في اللي بإذن بيحصل؟ الله. يعني أنا عايز أبدأ بال كاس مصر. أنت مسميها زلزال الكاس. آه. وهي تيجي تقول توابع الخروج من كاس مصر. بص يا أستاذ محمد، يعني كاس مصر واللي حصل في كاس مصر كان فيه شوية كواليس مهمة جدا. نبدأ بأول واحد. أول حاجة، جوميز قبل ما يسافر أجازته بلغ إدارة نادي الزمالك بخطته، وإن اللعيبة الأساسية بره كاس مصر. وراحة. يعني الراجل بلغ مجلس مجلس إدارة ده، يعني في شك كواليس ناس كتير ما تعرفهاش. اه طبعا. اه، جوميز قبل ما يسافر تاني بلغ المجلس بخطته، وان اللعيبه الاساسيه داخل نادي الزمالك اللعيبه مكمله الراحه بتاعتها، والمجلس وافق. بعد قبل الماتش بيومين كده، قبل ماتش طلع الجيش. اه، قبل ماتش طلع الجيش في الكاس، وما اتقال خلاص ان اللعيبه مش موجوده وبدات الاخبار تطلع، حصل شويه غضب من جماهير نادي الزمالك. حاول المسؤولين في نادي الزمالك تدارك الامر، حاولوا يتواصلوا مع اللعيبه، بعض اللعيبه الاساسيه. مين اللي تواصل؟ كلموا كابتن عبد الواحد السيد بالتحديد، والكابتن عبد الواحد السيد حاول يتواصل مع بعض اللعيبه عشان يجوا يلعبوا ماتش الجيش، عشان يرجعوا ينتظموا في التدريب قبل الماتش، ويحاولوا ايه يبقى في توليفه ما بين اللعيبه الناشئين. بس ده ضد رغبه المدير الفني. تم تواصل مع جوميز وشويك، يعني ايه لان يعني وافق على الثلاث لعيبه، شحاته وزياد كمال وحسام عبد المجيد. خلاص يعني ما تعصر الامر. بعض اللعيبه يا استاذ محمد كانت مسافره. اه طبعا. بعض اللعيبه ما كانتش في مصر اصلا، اتفاجئت خلاص انت مبلغني ان انا رايحه، ولعيبه ما عرفوش يوصلوا لها. فاتفقوا في الاخر ان الثلاث لعيبه في المنتخب الاولمبي يكونوا موجودين، ولو الزمالك يتاهل للدور قبل النهائي ودور يعني مع الادوار التاليه للبطوله، شويه شويه هيبقى في بعض اللعيبه. هو السؤال، لعيب اجازه بقاله اسبوعين. ازاي قبل الماتش بثلاث ايام او يومين تقول له تعالى اتدرب عشان تلعب الماتش؟ شيء غريب جدا. اداره نادي الزمالك وافقت وبلغت جوميز، خلاص اوكي ما عندناش مشكله، اللعيبه تستريح. زي ما يكون اتفاجئوا ان ايه ده اللعيبه الاساسيه مش موجوده. السؤال الثاني يا استاذ محمد، نفس اللعيبه يعني ايه اتفاجئوا؟ يعني كمان القوام اللي لعب ماتش الجيش في الدوري والزمالك اتغلب 3-1 هو. هو ايوه. بعض المسؤولين في نادي الزمالك وبعض المسؤولين داخل ولا اعضاء مجلس اداره، بعض اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك قبل ماتش الجيش حذروا. احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك قال لو لعبنا طالع الجيش بالقوام ده الزمالك هيخرج من الكاس. ده قال للمجلس. قال للمجلس بشكل رسمي، بشكل علني. وبعد الماتش المجلس قال له انت عندك حق. ده كان لعيب كوره. كابتن احمد سليمان. الكابتن احمد سليمان. عيب عليك. الكابتن احمد سليمان قبل الماتش بالتحديد بالمناسبه قال لهم كانوا رافض. هنخسر. ما عندناش مشكله اللعيبه تستريح، بس في نفس الوقت اللعيبه الاساسيه تكون موجوده. كابتن احمد سليمان وبلغ المجلس. بعد الماتش قالوا له انت عندك حق. المفروض ما كانش القوام ده اللي يبقى يكون موجود. جوميز مكمل ولا لا؟ جوميز مكمل. مكمل. الموضوع ده. طب الاخبار اللي طلعت ان اخر مباراه لي السوبر لو كسب الاهلي هو مكمل. جوميز مكمل والتقرير بتاعه اتقدم لاداره نادي الزمالك، كان مقدم تقريرين. واحد لو القيد اتفك، اتنين القيد ما اتفكش. في الحاله دي هعمل كذا وفي الحاله دي هعمل كذا. والتقرير عند الكابتن حسين لبيب. هل اعلن الراحلين؟ مقدم راحلين. بلغ لمجلس اداره الراحلين؟ بلغ مقدم تقرير لو القيد اتفك دول اللي هيمشوا. التقرير التاني لو القيد ما تفكش اللعيبه دي اللي هتمشي.